كم هو جميل أن تجد شباب وأبناء جيلك في هذا البلد الطيبة يقدمون إنجاز. معنا اليوم في لأهل الكويت حمد الصراف، الكاتب والمخرج السينمائي. حياك الله يا حمد، منورنا. الله يحييك بوجودكم. يا هلا ومرحبا فيك الفنان الشاب حمد الصراف. قبل لا نتعرف عليك أكثر، خل مشاهدين ليالي الكويت يتعرفون عليك أكثر بالصورة. ودنا نشوف مقاطع من فيلمك فيكتور اللي أنت كتبت السيناريو والحوار والإخراج كله من فنك. شلون قدرت تتوفق؟ طبعا يحتاج وقت، وايد وقت، والكتابة السينمائية تعتبر من أعقد أنواع الكتابة. نعم. خصوصا أن لازم توفق ما بين اللي يشوفه المشاهد والحوار، وأنت محدود في وقت من ساعة ونص إلى ساعتين الفيلم يكون. نعم. وإذا كان الفيلم قصير هذا بعد ممكن يكون يعني ضغط أكثر. فمع الممارسة وتأخذ دورات، نعم، تقدر توصل حق مرحلة معينة اللي أنت ممكن تكتب نص بشكل احترافي. نقول حمد الصراف وصل للاحترافية ولا ما أبي أسميها احترافية؟ بالاحترافية تقدر تقول مع الوقت لما يصير فيه كثير من الإنجازات. أنا الحين توني في بداية الطريق أعتبر، يعني نعم. كان رصيدي فيلم قصير واحد، نعم، والقادم في فيلم طويل، نعم. انتهيت من الكتابة طبعا، والحين في مرحلة البحث عن المنتج المناسب لهذا الفيلم. لا طبعا لازم يكون على مستوى، يعني مو البحث عن منتج، البحث عن منتج مناسب. أكيد أكيد لازم. مناسب، لأن كل فيلم له أسلوب وله طريق معين. علشان أنت تتوفق بهالمسيرة هذه لازم يكون المنتج مناسب حق هالعمل. نعم. يعني ما يصير أنا أجيب منتج أفلام أكشن وأقوله تعال مسك لي دراما، ما يحس. وبعدين مسمى المنتج برا غير المنتج الحالي اللي هني. نعم. هني يعتقدون أن المنتج بس هو اللي يدفع فلوس. لا. نعم. المنتج مثل ما تقول يجمع فريق العمل ويأخذ الفيلم من بداية خطوة الـ 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 النص النهائي إلى أن يخلص الفيلم كله كامل. نعم. قاعد نشوف مع المشاهدين مقاطع من فيكتور. فيكتور ربع ساعة، شلون قدرت تسوي في ربع ساعة؟ وطبعا الموضوع كان وايد عميق. عفوا بس اللغة كانت باللغة الإنجليزية مو اللغة العربية، ليش اخترت اللغة الإنجليزية؟ دائما يقولون اذا تبي تسوي شيء حيرتنا. اي تبي تسوي شيء سوي شيء انت تفهم فيه. اي يعني ما تفهم باللغه العربيه؟ افهم. حلو. بس لما تقدر توصل احساسك بهالاسلوب اكثر اكيد بختار الشيء اللي انا متمكن فيه اكثر. انا اكتب عربي مو ما اكتب. انت بس ياخذ مني وقت طويل علشان اعدل. في فرق ما بين فلسفه الكتابه باللغه الانجليزيه طبعا، حتى التفكير، حتى الفيلم، حتى الحوار. لما تفكر بالإنجليزي غير لما تفكر بالعربي، المشاهد تختلف إذا كانت بالعربي عن إذا بالإنجليزي. هل هي المفردات، بعض المفردات ما تقدر توصلها باللغة العربية؟ إيه، لأن اللي ما يعرفون الناس أن الحوار آخر شيء ينكتب بالنص. أنت تكتب القصة كلها كاملة مع نقاط الستكشر اللي هي مقومات القصة المعينة. حلو. بعدين تضيف الحوار علشان يعطي خلينا نقول سرعة القصة وشلون قاعد تمشي. غير الفيلم حمد وغير القصة الكاملة في ربع ساعة، كتب The First Novel الرواية الأولى وكانت هم باللغة الإنجليزية. هي عندي عشق مع اللغة الإنجليزية صراحة، أكتب من وأنا صغير. ما تجيد الكتابة باللغة العربية؟ يعني خلني شوي. أنت شكلك تبي تحرجني صح؟ لا ما بيحرجك. لا جد، يعني ما شاء الله كاتب مبدع في اللغة الإنجليزية وقاعد نشوف أعمالك، حتى المشاهد قاعد يشوفها. أجيدها محمد، يعني عندي خلفية كافية. حلو. للغة العربية، بس نفس ما قلت لك المساحة اللي تلقاها في اللغة الإنجليزية، المساحة اللي ألقاها في الإنجليزي تعبر عن اللي فيني أكثر. يعني أقدر أوصل لك إحساسي بالإنجليزي أعمق وأسرع من العربي. يعني القلب ما يهوى. القلب ما يهوى. القلب ما يهوى. لكن في نقطة حلوة وجميلة وصلتها، إن الممثلين كانوا كويتيين. حرصت على هالشيء، الممثلين كانوا كويتيين فعلا. حمد أشكناني. نعم. البطولة وليد شعلان.
عايش بالكويت، وسبيج الراشد هي اللي كانت طلعت ترى الميك اب ارتست هي. ايه اخر شيء مثلت مسكينه لان الدور كان ناقص ما في احد يمثل. قلت لهم الفيلم بالانجليزي بيني وبينك في ناس قاعد تقدم اعمال باللغه العربيه. أيه. سواء بالدراما التلفزيونيه عندنا بالخليج او بالافلام، حتى حاليا في افلام كويتيه قاعد تطلع على الشاشه الكبيره زين، بس بدور السينما. بس انا لي وجهه نظر تقول لغه الكره الارضيه الحين التخاطب ما بين كل دول العالم صارت من خلال اللغه الانجليزيه. اذا انا افهم بهالمجال ومتمكن ليش ما اخذ هالخط؟ طبعا هذا ما يمنعني انا اسوي افلام بالعربي. اي يعني مثل في كثير من بس ما سويت افلام بالعربي. مو هذا المفاجاه الجايه. هذا مفاجاه خاصه من العيال الكويت. اي يلا خلينا نشوف. يلا ان شاء الله يكون في عمل قادم. عمل قادم باللغه العربيه. اي في عمل قادم باللغه العربيه. بالقاهره. بالقاهره ان شاء الله. نعم. ما بين بطوله فيصل العميري. حلو. الكويتي. نعم. وسيقابله بالمقابل شخصية مصرية. جميل. حلو. إيه. نوجه لهم تحية كل الأسماء اللي ذكرت. بانتظار هالشيء. إن شاء الله. أكيد بلا شك. إيه. لكن خلني أوصلك لآخر شيء. حمد الصلاب قدمت أفلام جميلة باللغة الإنجليزية واللغة الثانية، صح القول؟ منو اللي وراء حمد الصلاب؟ في أحد داعم لك ولا أنت بروحك قاعد تركض عشان توصل الهدف أنت حاطه؟ إي للأمانة من زمان أتذكر شفت مقابلة. حلو. الشيخ زين الصباح وتعمقها في عالم السينما عندها خبرة ويمكن وايد ناس ما يدرون. نعم. لكنها من المعالجين النصوص اللي يعني فعلا اعتمد عليها في كل خطوة للأمانة. الشيخ زين. ايه وايد وايد ابعث لها بعض النصوص علشان تطالع النص يعني داعم لك. نعم. الشيخ الزين الصباح. الشيخ ما شاء الله محتضنة الشباب الكويت. تقدر تقول هي كانت عن طريق وزارة الشباب. نعم. وأنا صار في تخاطب ما. نعم. بيني وبينهم. وبالعكس هم وزارة الشباب قاعد اللي قاعد يسوونه الحين حق الكويت شيء. نعم. مجهود عظيم يعني جبار. نعم. أكيد. في كل المجالات. نعم. ولأنها هي لها عشق السينمائي نبي نثري ساحة السينما الكويتية سواء كانت في اللغة العربية أو بالإنجليزي. يعطيك العافية. محمد ذكر الشيخة زين الصباح. نعم. خلينا نشوف من معنا بالاتصال. طبعا معنا على الاتصال نرحب بالشيخة زين الصباح وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب. مساك الله بالخير شيخة. ذكر حمد الصراف أن أنت داعمة ولك طبعا فلسفة معينة في السينما. أنا سؤالي لك الشيخة زين، شلون ما شاء الله أنت جهد جبار أنت وزملائك في وزارة الدولة لشؤون الشباب قاعد تحضرون كل الطاقات الشبابية في الكويت، عندك وقت حق حمد الصراف. يعطيكم العافيه ومساكم الله بالخير اخواني الاخت لول والاخواني محمد ومحمد. ويعني انا اتشرف بوجودي معاكم في هذا البرنامج المميز. اليوم اخوي حمد وانا اعتز بهذه الشهاده. اخوي حمد جزاك الله الف خير، وبالعكس هذا واجبنا ان ندعم اليوم الطاقات والمواهب الشبابيه. طبعا وزارة الشباب اليوم تعمل على احتضان الطاقات الشبابية، تلك الإبداعات المميزة اللي متواجدة اليوم على أرض على أرض الوطن بجميع المجالات، وخصوصا بما يخص الأمور تخص الفن المرئي والمسموع. اليوم احنا عندنا إدارة خاصة اسمها إدارة عدسة، ممثلة بكوادر وطنية شبابية من الجنسين، تحاول بقدر الإمكان أن تضع المساحات التفاعلية والحيوية لخلق صناعات إنتاجية للشباب الكويتي اليوم. وبعدين أيضا مهم جدا أن نذكر أن التشريعات اليوم والسياسات اللي نحتاجها من أجل احتضان هذه المواهب مهمة جدا. فالأخ حمد الصراف ترى ما شاء الله عليه قدر أن يقطع شوط طويل اليوم بمجال الإنتاج الفني، لكن كان جهده فردي يعني لا ما كان في دعم من أي جهة حكومية للأسف أو جهة خاصة، يعني يحاول يشتغل بروحه. وهذا الشيء يعني صحيح أن أي مخرج أو أي منتج لازم يبتدي يكون نفسه بنفسه، لكن
راح يجي وقت إن شاء الله ضروري يتم احتضان تلك المواهب من قبل مؤسسات الدولة أكيد، سواء كانت حكومية أو خاصة أو مدنية. أكيد معالي الشيخة زين الصباح، اسمحي لي على المقاطعة، ما شاء الله قاعد نشوف جهد، طبعا هذا والله ليس تزلفا حقيقة، يعني احتضان الطاقات الشبابية في الكويت في شتى المجالات. اقتصرت الصورة، الشباب اللي بالرياضة، الشباب اللي عندهم مواهب خفيفة حلوة صغيرة، قاعد نشوف جهد من وزارة الدولة شؤون الشباب في كافة محافظات الدولة. ما توقعت أنا منصدم أنه حتى حمد ممكن يقدم شكر أو له احتضان دعم من شخصك الكريم ومن وزارة الدولة لشؤون الشباب. الله يحفظكم. طبعا يعني مثل ما قلنا شهادة أنتز فيها، وتبي الصج يعني أخوي حمد من الكوادر فعلا اللي احنا نفتخر فيها، لكن احنا نرى أن حمد هو نقطة بداية. اليوم في عندنا العديد من الشباب الموهوبين اللي قاعد نحاول ندعمهم وفق المساحة المتاحة لنا اليوم كمكتب وزير الدولة شؤون الشباب. الناس دائما احنا ننسى نذكر ان احنا مو وزارة، احنا مكتب، امكانياتنا ترى جدا بسيطة لكن احلامنا عظيمة، وممثلة بشباب الكويت اليوم اللي هم اساسا يشكلون الوزارة هذا او المكتب هذا. اليوم معدل اعمارنا محمد نتكلم عن اللي يعملون بالوزارة، ترى معدل اعمارنا 27 سنة. فانت اليوم هم يتكلمون لغة الشباب لانهم هم شباب، هم عارفين الطموحات اللي بنوصلها، هم عارفين الاحلام اللي ان شاء الله راح نحققها بالتعاون معاهم. فنأمن احنا يعني بالدرجة الاولى ان الفن بجميع أنواعه، وتدرون اليوم عندنا 7 أنواع الفنون اليوم. نعم. فبجميع أنواع الفن اليوم هذه رسالتنا للعالم. حضارة الشعوب تقاس من خلال إرثها الفني والإبداعي، فمهم جدا أن نجيد هذه المساحات بالتعاون مع الشباب، نوفر لهم هذه الإمكانيات. حمد اليوم راح يكون هو بالنسبة لنا أستاذ للشباب، راح يحاولون بقدر الإمكان أن يرون يعني حمد كالرعيل الأول. أنا دائما أقول الشباب اليوم إحنا أمام جيل الآن مؤسس جديد. صحيح. بالكويت. نعم. فحمد راح يكون من المؤسسين بمساحة الإبداع إن شاء الله السينمائي إن شاء الله. طبعا كل الشكر لك الشيخة زين الصباح وكيل وزارة الدولة شؤون الشباب، دائما فلسفتك وإيديولوجية وزارة الشباب أن تكون على مسافة قريبة من الشباب الكويتي وأيضا المقيمين هنا، لا خلا ولا عدم. الشيخة زين وقواك الله، وشاكرين هالمداخلة الجميلة. الله يقويك ويجزاكم الله خير. سلمك. صراحة وزارة يعني قبل أتكمل ودي أشكرها وايد على الكلام اللي قالته، في أشياء قالتها صراحة ما كنت متوقعها، يعني أني أعتبر أنا من المؤسسين، هذا شيء شرف لي كفنان بالكويت أني أقدم على الأقل مثل ما قالت الشيخة، هي بالفن رسالة وتقاس الشعوب فعلا بالثقافة والفن والأدب، وإن شاء الله إن شاء الله نقول يا رب إحنا نقدر ناخذ جزء من بعض الرسائل هذه ونوصلها الى العالم. امورك طيبه ما دام وصلت عند الشيخه زينه والشيخ الزين الصباح وايضا وزاره الدوله شؤون الشباب، اكيد ان شاء الله امورك طيبه ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق وان شاء الله تكون استاذ. لكن في معلومه للمشاهدين يمكن ما يعرفونها، ان من فتره قصيره حضرت محمد الفنان حمد الصراف حضر ورشه لمعالجه النصوص السينمائيه في هوليوود مع جون تروبي، أكبر معالجين النصوص في هوليوود. فعلا جون تروبي. الدورة هذه كانت على حسابك الخاص الشخصي. والله رحت على حسابك الخاص. ايه. راح محمد على حسابه الخاص. ما شاء الله صحيح قوي. شوف اللي عنده عشق ما يعيز إنه يقطع على روحه. ايه. خصوصا إن العائد بالنهاية، أنا للأمانة أقولها على الملأ، أنا ما يهمني الفلوس. ايه. وكثير من الناس يعرفون هالشيء عني في المجال السينمائي. خصوصا الناس اللي قاعد تشتغل معي الحين. نعم. يدرون ان انا ما ابي لا فلوس على الاخراج ولا الكتابه. نعم. انا اقول لهم عطوا الكاست والكروف يعني اللي تعطونهم، خلينا نوصل رسالتنا بكثر ما نقدر من الشاشه الكبيره السينما. نعم. فلاحظت بعد فيلم فيكتور يعني نقد من وايد لاذع من. نعم. مؤسس مهرجان رين دانس فيلم فيستيفال في بريطانيا. نعم. صار تخاطب بيني وبينه وانتقد فيلم فيكتور في بعض النقاط نصا. نعم. ومو اخراجا. قال لي عندك شيء لكن تحتاج 1 2 3 بدا البحث، لقيت من افضل الناس اني اقدر اخذ عندهم ورشه جون تروبي. جون تروبي تخرجوا من تحت ناس
منهم كريستوفر نولان يعني وذا دارك نايت وبريكنج باد، يعني الاعمال السينمائيه والدراميه في الشاشات الاجنبيه كلها من تحت الانسان هذا. قلت خلنا اجرب. طبعا مو سهل، مو سهل، مو سهل. إيه يعني أكيد. في ناس قراب دائما تدري لما تكتب شيء، ها ايش رايك تراوي فلان شويه بالبيت عندك مع الاهل. صراع بدأ نعم. من شهر 10 نعم، وخذ تقريبا أشهر نعم علشان أقدر أخلص هالدورة هذه. أنك تمشي وراء عشق وتوصل لمرحلة معينة علشان بالنهاية، أنا للأمانة هي الصورة الكبيرة اللي هي الكويت نعم. هي المهمة. نعم، مقابل النقد اللاذع اللي تكلمت عنه، همياك مديح ايضا من الصحفي والسينمائي المعروف عبد الستار ناجي. نعم. مدح فيكتور في جريدة النهار الكويتية. فعلا انا عبد الستار ناجي استاذي حين اتوقع هو بمهرجان كان. نعم. اذا قاعد يسمعنا نمسي عليه بالخير. نمسي عليه بالخير. ما اعرفه شخصيا للامانه، لكن مدح فيكتور. اي وبس فجأة بعثوا لي المقالة قالوا لي اقرا، هذا عبد الستار ناجي هو يدرس نقد. نعم. واحد يعني السينمائيين المعروفين في مهرجان كان بالذات. نعم. يروح المهرجان من عام 75 حتى اليوم، ومن ضمن اللجنة الخاصة اللي فلترت بعض الأفلام قبل المهرجان. قعدت معاه بعد ما كتب هالمقالة، قلت له أنت كتبت هذا عني، بس يعني انت كأنك رفعتني وايد. كان يقول لي حمد خلنا نكون معاك واضح، السينما بالكويت محتاجه شباب تضخ فيها. نعم. وللامانه في ناس الحين قاعده تقدم اعمال، اتوقع بعضها جهزت وبعضها طلعت على الشاشه، وفي اشياء قادمه ان شاء الله. نتامل ان احنا نشوف كثره من الافلام السينمائيه ان شاء الله. ما بين مطرقه النقد وسندان المديح الله. ما بين الصحافه وهذا، لك مشاركات ان شاء الله خارج الكويت من خلال الفيلم؟ اي نعم. إيه يعني الفيلم فيكتور طبعا هو وصل لمستوى معين، بس ما تم اختيار رسمي. نعم. ولكن وصل الى كثير من الاماكن. حلو. والصدى ماله هو اللي خلاني احسب حساباتي وأعيد كل شيء مرة ثانية من الأول. نعم. وأبدي من العمود الفقري لأي فيلم اللي هو النص. نعم. علشان توصل بعدين من بعد النص إلى إنتاج، مرحلة الإنتاج، وهي طبعا الخطوة اللي إن شاء الله جاية إن شاء الله. قريب إن شاء الله. حمد الصراف، تكلمنا عن موضوع الفن والكتابة والإخراج السينمائي، وأنك قدمت، وما بين النقد والمديح، أنت مطرب صوته حلو من زمان، صوتك جميل، صوتي جميل من زمان، والفرقة موجودة. شوف هذا شيء كان مجرد يعني مثل ما تقول عشق، لأن تقدر تقول أنا ربيت في بيت ما بين الالتزام وبعض من الفنون. زين زين. والوالد الله يرحمه كان الله يرحمه ما يوقف إذا عندك شيء تعشقه. يعني لما احنا نتذكر وانا صغير اسمع قارئه الفنجان كارترج يعني. نعم. بالشفر القديم نعم. واسمع الاغاني هذه القديمه عشقتها. نعم. ومنو ما يحب الموسيقى؟ نعم. الموسيقى اسم غذاء الروح اكيد. بعدين مع تطور الاحداث شوي شوي الوالده الله يحفظها قالت لي يما خلى شيء على الجنب، عسى الله يطول بعمرها. يعني ان شاء الله. انت هديت الفن من زمان. اي عشان الوالده. اي والله عشان محمد. عشان محمد عسى الله يحفظها ان شاء الله. عسى الله يحفظها. زين، وين طلبتك تغني؟ صعبه كلها. صعبه. صعبه. اي يعني نخليها حق شيء على جنب بروحنا ان شاء الله. ان شاء الله. يعني فنان حمد صراف، فنان شاب قاعد تبدع في مجالك with passion، اللي قاعد تسويه بحب وعشق، ومبين حبك وعشقك للمجال اللي انت قاعد تبدع فيه. يعني الف شكر لك، الف شكر لك لوجودك معنا في ليالي الكويت. مشكورين. وان شاء الله تكون مصدر الهام الكثير من الشباب. ان شاء الله ان شاء الله نكون نقطه انطلاق وتأسيس. انت فعلا مصدر الهام كثير من الشباب. شكرا. في كلمة بخاطرك بتقولها؟ وايد شكرا حق كل العاملين في ليالي الكويت، فرد فرد. تسلم الشكر لله. بيتك ومكانك. مكانك. وسعيدين جدا في وجودك. والله انا اسعدك. اكيد. مشاهدي الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا، ومسك الختام كان مع حمد الصراف الكاتب والمخرج السينمائي، والحقيقة مفخرة شبابية لنا.
نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة. تصبحون على خير. تصبحون على خير مشاهدينا، وإن شاء الله نلقاك في مهرجان كان. عاد لنا دعوة إن شاء الله في مهرجان كان. إن شاء الله مدعوين أنا ومحمد. شكرا لكم مشاهدينا، ونشوفكم على خير. تصبحون على خير.